جديد في مجبل الكلام وتجربة نجاح جديدة. معانا بكل تأكيد الأستاذ أحمد عفيفي. ازاي ممكن تنجح في الرياضة كمان عندك تجربة صناعية زي مجال الزيوت العالمية؟ عندنا دلوقتي 3 مصانع لصناعة الفلاتر السيارات والمعدات، إلى جانب النشاط الجديد اللي احنا دخلنا فيه خلط وتعبئة الزيوت في مصر. مش بالكلام، رمضان لمة العيلة على قناة العيلة.